عزم وإرادة وتخطيط الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي، نقطف اليوم هذه الثمرة، ثمرة هذا التخطيط وهذا العزم، بإنجاز وإكمال الهياكل الكونكريتية لصحن العقيلة. وهذا المشروع مشروع عملاق ويعني بتفاصيل كثيرة. الحمد لله على كل حال تم إنجاز الهياكل، والآن باشرت الكوادر الهندسية بتغليف الجدران الخارجية. هذا المشروع طبعا معروف أنه سيقدم خدمة نوعية وكبيرة إلى الزائرين. نحن كإدارة عازمون ومصرون وبعون الله على تنفيذ كل المشاريع التي تصب في خدمة الزائرين وخدمة المواطن العراقي. وهناك أيضا مشروع آخر سيتم وضع الحجر الأساسي اليوم، هو صحن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وأيضا هذا المشروع واسع وسيعطي حرية ومرونة عالية لإداء الصلوات وإداء مراسيم الزيارات المليونية. مشروع آخر سيفتتح اليوم أيضا هو افتتاح باب القبلة بحلتها الجديدة وبزخارف جديدة وبيعني مواصفات كبيرة وجميلة جدا، بالإضافة إلى باب الرجاء. إن شاء الله هذه المشاريع ستستمر في التنفيذ من قبل الأمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة لخدمة مدينة كربلاء وخدمة الزائرين وخدمة المواطنين. في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان، حيث ذكرى ولادات الأقمار المحمدية في هذا الشهر الكريم، ونحن نقف أمام صحن الإمام الحسين عليه السلام وفي صحن العقيلة، ومن خلفنا تبدو القاعة المباركة باسم علي الأكبر، وهذه أيام ولادة علي الأكبر عليه السلام. نقف هنا ونحتفل مع خدام مرقد الإمام الحسين عليه السلام وضيوف الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين، نحتفل بافتتاح مشاريع كبرى. ها هنا إنجاز المرحلة الثانية من صحن العقيلة عليه السلام، وكذلك وضع حجر الأساس لصحن الإمام الحسن المجتبى المظلوم صاحب القبر المهدوم، وكذلك الاحتفال بإعمار وتوسعة بابي القبلة للصحن الشريف وباب الرجاء أيضا. وهذه أيام مباركة وشهر مبارك، شهر شعبان، حيث يتشعب فيه الخير، ونحن نشهد هذه الاحتفالات وهذه المشاريع المباركة التي تقوم بها العتبة الحسينية المقدسة وخدمة العتبة. فهنيئا لهم ومبارك عليهم وعلينا وعلى محبي وموالي أهل البيت عليهم السلام. ومن التوفيقات أننا أرخنا لهذه المشاريع الأربعة التي نحتفل اليوم بافتتاحها ووضع حجر أسس بعضها، ونكتفي بمؤرخة صحن العقيلة، حيث نقول: صحن العقيلة قد دنا حتى تدلى معلنا عن تم مرحلة له ثنيت وثناها السنة بهياكل قد أسست فوق المواضي والقنا ليكون صرحا شامخا في ظل آيات المنى، وله أؤرخ هازجا في ظله شيد الهنا، وله أؤرخ هازجا في ظله شيد الهنا 1443. بالحساب الأبجدي. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يديمها نعمة علينا وعلى هذه الأمة، ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، ويجعل بلدنا وبلاد المؤمنين والمسلمين آمنة عامرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صراحة فرحة كبيرة ونحن نعيش عرس شعباني جديد في هذه الأيام المباركة. هذه الإنجازات العتبة الحسينية المقدسة ومشاريعها المتطورة، صراحة نلاحظ هناك مدينة تحت الأرض، والآن نقف فوق هذه المدينة. هناك أنفاق، مباني، خدمات للزائرين. إن شاء الله سيسر الزائر وستكون خدمة لزائر الإمام الحسين سلام الله عليه في أقرب وقت. اليوم افتتاح هيكل هذه القاعة الكبيرة الضخمة العملاقة، وفي المناسبة تحت هذه القاعة هناك قاعتان، أسفل هذه القاعة وهناك قاعات في الطابق الثاني، ولكن هناك قاعات تحت الأرض اللي هي تستوعب أكثر عدد من الزوار. اليوم هذا المشروع الضخم العملاق، وهو قريب من العتبة الحسينية، من مبنى العتبة، من حرم سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، صراحة إنجاز رائع وكبير. وكل من يطلع على هذا الإنجاز يقف لهذا الإنجاز العظيم الكبير، وإن شاء الله بالقريب العاجل يفتتح هذا الإنجاز بشكل نهائي. أقف يعني على يساري التل الزينبي المبارك، وأيضا مبنى رمزي للفسطاط، وبالجانب الآخر قاعات خدمية، وبالجانب الآخر متحف ومضيف ومكتبة. هذه المشاريع صراحة يعني يشار لها بالبنان في ظل هذا الظروف الصعبة اللي يعيش بها البلد، ولكنه العتبة الحسينية تعمل بجد وتعمل بنشاط من أجل إنجاز هكذا مشاريع عملاقة. هذا الهيكل الذي بمساحة 160 ألف متر مربع الحمد لله تم إنجازه بالكامل، والتحول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الإنهاءات. وإن شاء الله بعد هذا الحفل سوف يتم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية، للتوسعة الكبيرة اللي هي التوسعة اللي هي ضمن مساحة النصف مليون متر مربع، اللي هي صحن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وبمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع. هذه المساحة سوف تكون فيها كثير من الفضاءات العبادية، واستقبال ركفة الطويريج إن شاء الله بالقريب العاجل، إن شاء الله في يعني الزيارات القادمة. بالإضافة إلى ذلك هنالك افتتاح لبابين مهمين يستقبلان ركفة الطويريج ويستقبلان الزائرين الكرام، وهي باب القبلة بعد توسعتها من 3 أمتار و70 سنتيم إلى 10 أمتار، وبالإضافة إلى ذلك باب الرجاء التي وسعت من 2.75 متر إلى 5 أمتار ونصف، إن شاء الله سوف تفتتح في ختام الحفل. من دواعي اعتزازنا وفخرنا اليوم أننا نكون في صحن السيدة عقيلة بمناسبة افتتاح جزء من الصحن الشريف، هذا الأثر العظيم والمكان الشريف بجوار قبر أبي عبد الله الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد المكان وصاحب المكان شرفا وعزا وكرامة، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لزيارة هذا المكان الشريف دائما ما بقي لنا من العمر ومن الأجل مدة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.